بسألك على حاجات تجيبها لي معاك سيلفو بليز. مي سيونستي ستوبيد. يا جماعة تفتكروا في أمل؟ يا حبيبي أي حد عنده أمل ولو حتى 1%، وأنت كمان دي عندك الفرصة دي. إزاي؟ تبطل أكل وتخس. 0%. أقعد 10 سنين أنا عشان أخس. فبعدين إيه العذاب ده؟ لا شوفي حد تاني. أنا شايفة إن فرصتك كعادل أكتر بكتير أوي من فرصتك كمجدي. إزاي؟ إنت عارف أصل لو شافتك كمجدي هتعرف إنت كدبت عليها، ودي أكتر حاجة ممكن تخوف أي بنت بالذات في أول العلاقة. طب أعمل إيه؟ دي مستنية مجدي يرجع من دبي كمان كام يوم. يا سيدي سافر تاني، الطيارة ولعت بيه، أي حاجة. بعد الشاي عليك يا مقلوزة. بس بقى يا مي، يا مي أنا متضايق. تعالوا. ممكن إنتوا كبنات يعني انتوا بتبقوا عارفين المفاتيح، ها المفاتيح بتاعتكم، يعني قولوا لي انا كراجل يعني اعمل ايه كده ها عشان تحبني كعادل. البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها، يبقى سندها. شطرت الراجل بقى انه يخليها من غير ما تفكر، اول ما تحتاج لحاجه يبقى هو اول واحد يجي في بالها. وعشان ده يحصل راقبها من بعيد ومن غير ما تحس، عشان لما تحتاجك تلاقيك جنبها. حس بيا، حس بيك ربنا، جعان ما فطرتش. خد 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 استنى. احساسك ايه ده؟ اوعى يكون اللي في بالك. ايوه اللي في بالك. كل سنه طيب. رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انت شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش ميتة. يا خير ابي في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده؟ ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك. ايوه. بسرعه. ايوه. بسرعه طياره على السوبر ماركت. ايوه. روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه. ايوه انا هصحى لوحدي. يلا بسرعه. خد. تاني. انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه. انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت البسطرمه. لا لا تعالى اطلع معايا، انا ناسي حاجات كتير. تعالى تعالى. مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع، انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص، فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ في انا سوستر بس برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. انت بس بس صبر اسكت. انت ليه يا تخين دي؟ فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه، انت تحشان الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص امشي يا اخي. ايوه عرفت. اهلا وسهلا. ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. ها فين البيض؟ كان في بيضه اهي. انزيم الحظي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام. يا ربيع المعين خلصت. تلزم اي خدمه؟ شكرا يا صبري. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداه. ما كلتش رز. يا كله بكره ماشي. ايه؟ يا اخي قاعد تنفخ معايا. معلش. ايه؟ خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه، لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط اللي في بقي ده هتفه ولا لا؟ لسه السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت ولا لحقت؟ مش كنت
انت منوم. كل رمضان انسى، كل رمضان انسى. يا رب صبرني لحد اليوم على خير. ده مين السخيف ده؟ الله كويس انا ما كنتش نمت. كلمني كعادل. اه كعادل. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه يا عادل؟ الدفنه في الشرقيه، هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها، اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتحي البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ الحمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص اتفضلت اتفضلت. الحمار برضه بس كده خلاص. حافظ ظبطت كده حبيبتي. اتفضلي اتفضلي. معلش يا ماما اتفضلي. حبيبتي اضحك بقى في حياتك. حياتك الباقيه يا اخويا، حياتك الباقيه. بقى لله بقى. اتفضلي اتفضلي يا ماما اتفضلي. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده، ده انا خدوم، ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده، اصل هي كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها فندم. يعني ماتت في رمضان، في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت، احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده، ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس، هو مش الشرقيه دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا، بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان، دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل بيها ريق بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه، شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير، ها، وعلى ايس كريم لو عندك، ولو في سندوتشات حط. بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت، قول لها جرجس مش موجودة. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا، خدي خدي، جبت حاجات لينا كلنا، رخصة لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجة، افتحي لي حاجة اشربها بسرعة وحاجة كلها. يلا. ايه ده؟ صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ كرم ابن أخت المرحومة. أهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم، هتفطر برضو؟ أفطر إيه؟ وإحنا سافرين بجمل؟ ده الشرقية هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد يا ماما. أنا فترة أكل بس لقمة كده عشان معادي الدواء. اتفضل يا أخي. خير اسمع سيدي خلص. يا حبيبتي يا غالية. في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجد الفضل. شريط؟ وده وقت مغنى ورقص واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ، خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ معلش انا ما خدتش بالي. انا اسف انا اسف. الموت الموت رايحتنا رايحتنا وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويل يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا، هي اللي فاتت. التعبان الاقرب هيفتفت عظمة ملائكة العذاب. يا بول الظلام وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ. بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه ده عليه حلاوة صوت تمس القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا، وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين؟ مثلا ده فضيلة الشيخ البهتاني. لا معلش انا درست فقه في الخارج وعارفه انا بقول ايه كويس جدا، وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت.
اوعي بس يا واد يا كرم لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني اهو عشان خاطر الحاجه بس. ماشي انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول لك. روح يا اخي. هو ما عرفش يسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روح انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق جنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حبيبتي. حبيبتي يا غاليه. معلم مهلك يا ماما. على مهلك. سلام يا غالي. اتفضلي يا سلام عليكم. على مهلك على مهلك. على مهلك. حبيبتي يا غاليه. يا بطني. يا بطني. انت كلت الكيس كله. يلا يا بطني. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحش طاير. طاير؟ ايوه طاير. المرحومة تهرول الى الجنة. هم خلينا نكسب ثواب حملة. حملة؟ ايه ده؟ هي المرحومة كانت حامل؟